تستمر الأشواط والمنافسات شوط ويتلوه الآخر بهذه التحديات على أرضية هذا الميدان ميدان البصير. وينطلق الشوط السادس للحقائق القعدان. باسمه نبدأ وعليه نتوكل ودائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح بهذا الانطلاق الممتاز وهذا الركض التلقائي هنا على أرضية هذا الميدان. نذكر بصاحب أفضل توقيت كان مع كرار لجابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري. تهانينا وألف مبروك لصاحب كرار الذي انتزع الشوط الأول الرئيسي للحقائق القعدان في 6 دقائق 92 و93 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجابر بن علي بن سعيد الجربوعي المري. ينطلق الشوط السادس ونذهب وننطلق مع الصدارة لننطلق مع غياث مسعود بن علي بن مسعود بن مجدور المري. هو من ينطلق مع غياث على الصدارة وعلى المقدمة ثاني المراكز الوصول من برق مسعود بصالح بن محمد الغفلاني المري. هو من ينطلق مع برق على المركز الثاني ثالث المراكز الوصول والتقدم المشرف تميم بن هادف بن محمد بن محسن بن نديله المري. هو من ينطلق بانطلاق وتحدي مشرف على المركز الثالث رابع المراكز الوصول من مبلش حمد بن جلاله بن محمد البريدي المري. يتقدم مع مبلش على المركز الرابع خامس المراكز. هنا الغدوم من مجمل جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري. يتقدم مع مجمل على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناها على مسامعكم وبكم نعود إلى الصدارة نعود إلى غياث مسعود بن علي بن مسعود بن علي بن مجدور شعار جزل الذي انتزع السيارة في ليلة البارحة. ينطلق مع غياث ينطلق بهذا الشعار الممتاز. نعود وإياكم إلى الصدارة نعود إلى برق أو براق نعم. ينطلق مسعود بن صالح بن محمد الغفراني هو من ينطلق مع برق أو براق نعم على الصدارة وعلى المقدمة. ينطلق بهذا الشعار الممتاز بهذا الأداء الممتاز بينما المركز الثاني الوصول والغدوم من شعار البريدي مع مبلش حمد بن جلال الله بن محمد البريدي المري. نعم ينطلق مع مبلش على المركز الثاني ثالث المراكز شعار الهديفي غادم. ينطلق زحزيح حمد بن غالب بن سلطان الهديفي هو من ينطلق مع زحزيح على المركز الثاني رابع المراكز. لا يزال غياث مسعود بن علي بن مسعود بن مجدور المري ينطلق مع غياث على المركز المركز الرابع نعم خامس المراكز حشار ينطلق راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري هو من ينطلق مع حشار على المركز الخامس. نعود وإياكم إلى الصدارة نعود وإياكم إلى المقدمة نعود إلى براق ينطلق إلى الصدارة ينطلق إلى المقدمة ينطلق مع مسعود بن صالح بن محمد الغفراني المري هو من ينطلق مع براق على الصدارة وعلى المقدمة. ينطلق هنا مسعود بن صالح الغفراني المري هو من ينطلق مع براق على الصدارة وعلى المقدمة بينما زحزيح على المركز الثاني حمد بن غالب سلطان الهديفي ينطلق مع زحزيح بن انديلة في المتابعة ابن انديلة في المتابعة رجل الخطوط النهائية ينطلق مع زحزيح بينما غياث المجدور ولكن البريدي ينطلق مع مبلش حمد بن جلال الله
ابن محمد البريدي المري ارى هنا حشار قادم، حشار الصعاق يتقدم على المركز الخامس، يتقدم ولكن برق او براق ينطلق على الصداره وعلى المقدمه بدون اي منافس على الاطلاق، بدون اي منازع. ينطلق هنا مع مسعود بن صالح بن محمد الغفراني المري. تابع يا طالب، تابع وراغ بانطلاق وتحدي براق. الاهدافي الصعاق ولك براق. الغفراني الاهدافي رجل الخطوط النهائية أتانا من حيث لا نعلم لينطلق وينتزع هذا الشوط مع انطلاق زحزيح. سلام زحزيح سلام، وسلام أيضا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول من حشار راشد محمد بن حمد بن طالب الصعاق المري. المركز الثالث أتانا براق مسعود بن صالح بن محمد الغفران المري من المركز